إذن إلى ملفنا الأخير في المشهد الليلة، ومحطة جديدة فارقة يصل إليها الاقتصاد المصري بعد أشهر من الجدل السياسي والاقتصادي حول الحلول المحتملة لأزمة البلاد. محطة عنوانها الرئيس: هل يكون قرض صندوق النقد الدولي الذي ستحصل عليه مصر طوق النجاة للاقتصاد؟ فالوصول نحو هذه المحطة مر بمد وجزر في التفاوضات حول شروط الصندوق، وتحديدا حول قيمة الخفض الجديد المحتملة للجنيه المصري، خصوصا مع استمرار قفزات الدولار في السوق الموازية ليصل إلى ما يزيد على 70 جنيها الأيام الماضية. مفاوضات تخللتها أيضا مساعي مصرية لزيادة برنامج صندوق النقد التي بدأت بثلاثة مليارات وقد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحسب ما كشفت عنه وكالة بلومبرغ. هذه الرغبة الحكومية في زيادة قيمة الحزمة المالية تأتي مع اقتراب تسديد مصر لفوائد الديون الخارجية المستحقة عليها، والتي تضاعفت أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165 مليار دولار وفقا للأرقام الرسمية، من بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام. ديون فاقمت من أزمة المواطن والحكومة معا، حتى اضطرت الأخيرة إلى تأجيل تنفيذ المشاريع حديثة الإدراج بالخطة المالية وحظر إبرام أي تعاقدات عليها وعدم البدء في أي مشاريع جديدة ترشيدا للإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رأى الأزمة من منظور مختلف، منظور ربطه بالتزامات الحكومة الدولارية، قائلا إن الحكومة تشتري خدمات بالدولار وتبيع للمواطن بالجنيه، ما يكلف الحكومة 3 مليارات دولار شهريا لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي. فهل سيجدي القرض الجديد نفعا للاقتصاد المصري المأزوم؟ وإلى متى تصل صلاحية هذا القرض مع أزمات الاقتصاد المصري التي طالت أثرها الجميع؟ إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من الكويت. نرحب بالدكتور حسن صادي، أستاذ الاقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن ربما للإجابة عن التساؤل الذي طرحناه في بداية هذا العرض، هل يكون قرض صندوق النقد الدولي طوق النجاة الوحيد هنا للاقتصاد المصري؟ طوق النجاة للاقتصاد المصري لن يأتي من خارج الاقتصاد المصري، لن يلقي أحدا بطوق النجاة للاقتصاد المصري. يجب على الاقتصاد المصري أن يجد أدواته للخروج من هذه الأزمة الشديدة الحالكة السواد في الفترة الماضية والفترة المقبلة. الصندوق امبارح أصدر بيان، أنا بالنسبة لي أثلك صدري لأنه هو لم يتم الاتفاق مع مصر. هم طبعا البيان مصاغ بصيغه دبلوماسيه شديده الدبلوماسيه، لان كان هناك تعاون كبير ما بين الحكومه المصريه والصندوق صندوق النقد الدولي في القيام بالاصلاحات الهيكليه في الاقتصاد بلا 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 بلا. طبعا لو كان الكلام دوت الصندوق راى جديته، راى التزام الحكومه المصريه به، كان الصندوق اعلن عن الريليس للباقي من القرض اللي احنا واخدينه اللي هو 3 مليار، ولم نحصل إلا على شريحة واحدة منه في سبتمبر 22، ولم نحصل على باقي الشرائح. في سبتمبر 23 لم تتم المراجعة ولم يتم التعويم، فما تصرفش الشريحة الثانية. في سبتمبر 23 لم تتم المراجعة ولم يتم صرف الشريحة الثانية. داخلين على مارس 24 وشكلها كده ما فيش مراجعات. وآخر الصندوق بعده مشي، وكان الكلام في الصندوق إنه هو هيمدلنا القرض وهيزودنا القرض وحيحفز مجموعة من الدول الصديقة ودول الحليفة على إن هي تمد مصر باحتياجاتها الدولارية بحيث إن هي تخرج من الأزمة الحالكة الموجودة فيها عن طريق بيروس. الحمد لله لم يتم الاتفاق. من وجهة نظري قرايتي للبيان الصحفي اللي أصدره الصندوق، وكان شديد الاقتضاض كالعادة عندما يفشلون في الوصول أو إملاء شروطهم على أي دولة من الدول، الظروف مثل هذا البيان. ولكن نظر إلى تطور المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في حد ذاتها، نظر إليها على أنها تطور إيجابي. بداية الكلام مع صندوق النقد الدولي كان كل بيبصروا أنه هو إيجابي وأنه هو صالح للاقتصاد المصري، وأنا كنت بقول غير إيجابي وغير صالح للاقتصاد المصري. أصل يا فندم صندوق النقد الدولي علشان يديلك الكارت بلانش أن أنت تصدر سندات في الأسواق الخارجية مع معدلات تضخم مرتفعة، مع مستويات فايدة مرتفعة، مع عدم القدرة على استداد الالتزامات الحالية للدائنين اللي هي تتجاوز الـ 32 مليار خلال سنة 24. عندك 16.900 مليار، يعني 16.9
مليار دولار لازم يدفعوا خلال الست اشهر الاولانيين، وعندك 15 مليار و700 مليون لازم يدفعوا خلال الست اشهر الثانيه. هنجيبهم منين؟ عن طريق اصدار سندات في الاسواق الدوليه. هيتم اصدار هذه السندات بمعدلات خصم مرتفعه جدا ومعدلات فايده مرتفعه جدا، وبالتالي كان الضوء الاخضر اللي هيديه صندوق الحكومه المصريه عشان تصدر سندات كان هينهك الاقتصاد المصري في الفترات اللاحقه. نعم، الاقاويل التي تسير في الاقتصاد، واتمنى ان تكون هذه الاقاويل سليمه، اللي هو دخول المجموعه الاماراتيه مع كبار المطورين العقاريين الموجودين في مصر في مشروع راس الحكمه على امتداد 50 كيلو على البحر الابيض المتوسط، انشاء مدينه عالميه سياحيه عالميه باستثمارات تتجاوز ال 42 مليار دولار. سوف يتم دفع ثمن الارض مباشره خلال الشهر الحالي في البنك المركزي المصري، وهو في حدود ال 22 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كل الاقساط اللي لينا عند الصندوق والزياده في الصندوق اللي احنا كنا اقصى حاجه هنوصل لها 10 مليار، لو يعني كرمنا قوي كنا هنوصل ل 12 مليار. نعم، اعود لربما هيحصل ان انت عندك من المتوقع تحويل 22 مليار، ولكن كيف سوف تتعامل الحكومة المصرية مع هذه الأموال إن أتت إلى الاقتصاد المصري؟ أعود ربما إلى عبارة كنت ذكرتها في بداية حديثك، ربما عذرا على المقاطعة هنا، عندما سألتك يعني إن كانت ربما إن كان صندوق النقد الدولي أو قرض صندوق النقد الدولي هو طوق النجاة الوحيد، قلت إن مصر لديها أدواتها الخاصة التي يمكن أن تخرجها من الأزمة، فبالتالي لو نتحدث عن هذه الأدوات التي تمتلكها مصر في الوقت الحالي وكيف يمكن أن تخرجها من الأزمة؟ واحدة من الأدوات اللي هي موجودة اللي هي يجب على الأشقاء في العالم العربي وفي الخليج أن يدركوا تماما، وفي تركيا كمان أن يدركوا تماما، أن مصر لا يمكن أن يحاك ضدها مثل هذه المؤامرات من أطراف خارجية للإيقاع، لأن إيقاع بمصر سوف يقع بالمنطقة بالكامل الشرق الأوسطية، ولا أقول المنطقة العربية فقط أو المنطقة، لكن بالحديث عن الأدوات هنا ربما نتحدث على الأدوات الاقتصادية، ربما الإمكانيات الاقتصادية، الأدوات الاقتصادية يا فندم. رأس الحكمة ده أداة أن أنت تبيع أرض ما تبيعش أصول. أنا ضد بيع الأصول المنتجة، رافض الكلام دوت رافض التام. لا، أنا عايز جرين فيلد انفستمنت، أنا عايز استثمار جديد زي اللي داخل في رأس الحكمة. 42 مليار، 22 على الترابيزة، 20 مليار على 7 سنين، داخل لك كل سنة 3 مليار خلال 7 سنين. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي هو أنت عندك يا فندم ما يتجاوز العشرة مليون دولار من الواردات التي لن تؤثر على الاقتصاد المصري من قريب أو من بعيد، ولن تؤدي إلى تعطيل أدوات الإنتاج أو رفع أسعار المنتجات الغذائية الموجودة في السوق أو تؤدي إلى التضخم في السوق. ممكن الاستغناء عن هذه المنتجات التي تعتبر من قبل السلع، السلع الرفاهية أو سلع الكمالية وليست حتى الرفاهية، وسلع يمكن الاستغناء عنها. ما بنقولش ان احنا نلغيها بالكامل، لا، احنا نستغنى عن هذه السلع لمده سنتين ثلاثه، ووفر كل سنه حوالي 10 مليار. لو سمحت يعني هنا فقط يتعلق ببعض المصطلحات الاقتصاديه التي نسمعها حتى من الحكومه المصريه، يعني وهي الحديث عن ترشيد الانفاق وخاصه ترشيد الانفاق الاستثماري هنا، يعني كيف يفهم ذلك وباختصار لو سمحت؟ ليس الانفاق الاستثماري يا فندم، لا 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 لا، لا الانفاق الاستثماري ولا الانفاق الاستهلاكي، بس انهي استهلاك؟ لما تكون مصر بتستورد سنة 23 بأكثر من مليار أحجار نفيسة يبقى تهريج، لما تكون مصر بتستورد 645 مليون منتجات ألبان يبقى تهريج، لما تكون مصر بتستورد 2.1 مليار ذهب يبقى تهريج، لما تكون مصر بتستورد منتجات لحوم، نعم، منتجات لحوم مصنعة في حدود 450 مليار دولار. نعم، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة، ونعتذر لضيق الوقت وعلى انتهاء وقت المقابلة، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من الكويت، دكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة.